طيب نفهم برضو الموضوع عامل ازاي. انا معايا على التليفون استاذ محمد الطويله رئيس نادي نجوم المستقبل واللي كان متواجد النهارده في هذا الاجتماع. نفهم المطالب تحديدا ايه اللي هم عايزينها وكم من الانديه شاركوا معاهم في هذا الاجتماع، لانه طبعا زي ما حضراتكم عارفين احنا في ظروف صعبه جدا جدا. عدد الانديه اللي كان موجود اكيد اقل من عدد الانديه اللي هم متواصلين معاها، وهل هم بيمثلوا انديه الدوري الممتاز والممتاز به والدرجات الادنى كلها بالكامل ولا لا؟ برحب بحضرتك يا فندم، اهلا وسهلا بيكم، مساء الفل. مساء الخير يا استاذ ابراهيم، اخبار حضرتك يا فندم؟ والله نحمد ربنا على كل حال. يا رب، اللهم امين يا رب، ربنا يا رب يعدي الامور ديت الصعبه دي كلها علينا على خير يا رب، اللهم امين ان شاء الله. بس هي برضو الامور لابد ان تحكم، وان يكون اذا كنا عايزين فعلا ان ربنا يساعدنا فلابد ان احنا زي ما بيقولوا اعقلها وتوكل، لان احنا وصلنا لمرحله هتكلم عليها في نهايه المداخله مع سيادتك. صحيح. اولا بالنسبه اللي جرى النهارده انا هخش على طول في الاسباب. تفضل. اللي دعت الانديه انها تقف موقف وتتكلم، وهو الموقف على فكره في ظهر الدوله وليس علشان خاطر مصالح شخصيه زي ما البعض هيحاول انه يصورها. اكيد اكيد الجميع الانديه 600 اللي بيلعبهم في الدوري باقسامه المختلفه كل واحد عايز مصلحته، والنادي بتاعي عايز مصلحته، فهي مش هننكر ان في جزء منها متعلق بالمصلحه لكل نادي. تمام. ولكن في الاخر خلينا نتكلم، لو كله عايز مصلحته فهي مصلحه البلد اولا واخيرا. عظيم. ومصلحه المواطن اولا واخيرا. مش هقول كلام شعارات، هقول لك الدليل. اتفضل. تعال ناخد بدايه عشان نتكلم، نقول لك في 2/4 القرار بتاع رئيس الاتحاد الدولي انفنتينو بيقول ان اجراء اي اجراء يخالف المبدا العام الذي اقره الاتحاد الدولي الفيفا انه لا توجد مباراه كره قدم تستحق الحياه والصحه تظل الاولويه القصوى، وان الصحه تاتي اولا، لا مباراه ولا منافسه ولا دوري يستحق المخاطرة بحياة إنسان واحد. عظيم. يجب على الجميع في العالم أن يكون هذا واضحا جدا في أذانهم، وسيكون من غير المسؤول المقبول إجبار المسابقات على استئناف إذ لم تكن الأمور آمنة 100%. أستاذ إبراهيم، الأمور آمنة 100% في مصر؟ أنا هسمع حضرتك لحد ما يعني ما حضرتك ما تخلص وبعدين نتناقش. احنا استعرضنا مجموعة، أنا حبيت بس أبدأ بده رأي رئيس الاتحاد الدولي. تفضل. لأن في ناس بتتكلم كتير بتقول لك إن الاتحاد الدولي بيقول كل واحد يعمل اللي هو عايزه، وديت حقيقة أريد بها باطل زي المثل ما بيقول. طيب نخش على البنود اللي هي شايفينها إنها تجعل من استقبال الدوري استحالة. هديك أمثلة بسرعة. إذا تم استئناف الدوري في ظل احتمالات تطور أوضاع الفيروس وزيادة حدته وعدم التوصل لعلاج نهائي، وده أعتقد أمر وارد بنسبة كبيرة، وحينها سيكون الإلغاء من جديد. يعني الله ما يقدر لو الأمور تطورت سيكون الإلغاء من جديد. أمر وارد. وهنا يبرز السؤال الصعب، لماذا يتحتم علينا صرف نفقات كثيرة على دوري مهدد بالإلغاء في أي وقت، مع ملاحظة أننا سوف نكون مضطرين لصرف نفس النفقات تقريبا في الدوري الموسم الجديد بعد 2-3-4؟ صحيح. دي بس نقطة أولية. اثنين، هل سيتم اتخاذ إجراءات احترازية مع كل المنوط بهم العمل في المجال الرياضي؟ السؤال يا أستاذ إبراهيم، وزارة الشباب والرياضة أو بمعنى أدق الدولة عندما تقرر هتقرر إيه؟ هل هتقرر عودة الدوري المصري، ولا شأن الدولة أن تأمر بعودة الأنشطة الرياضية؟ مظبوط ولا كلامي مختلف؟ مظبوط فن. مش هيقولوا عودة كرة القدم، هيقولوا عودة النشاط الرياضي. أيوه. طيب إذا كان نائب رئيس الاتحاد بدراسة عملية علمية قال لك ان 18 نادي هيتكلفونا اللي هم الدوري الممتاز يكلفوا الاتحاد 100 مليون تقريبا 100 مليون 82 مليون 82 مليون الرقم اللي ذكر يعني يا سيدي 80 مليون جنيه. اذا
ده بالنسبه للبروتوكول الطبي اللي هم حددوه علشان نبقى ضامنين ان ما يبقاش فيه كوارث. طيب ماذا عن، احنا نتكلم على 18 نادي، تفضل، ماذا عن بقيه ال 600 نادي؟ هل الدوله ستنظر للاعب الدرجه الرابعه انه لاعب من الدرجه الرابعه وتديله بروتوكول طبي مخالف عن اللاعب الدرجه الاولى؟ اصبح ده تمييز عنصري غير مطالب به، ودولتنا لن ابيها انها تفكر بهذا الاسلوب. هل هنبني اللي هو زي ما قلنا نحجزه في فنادق وممنوع يتحركوا و الى اخره، والثاني نديله ازازه كحول نقول له طهر نفسك قبل ما تيجي؟ اذا الرقم اللي هو ال 80 مليون ل 18 لما نحسبه على 600 نادي يبقى الرقم هيوصل لحوالي مليار ونص. طيب خليني اتفضل يا فندم، هناقش حضرتك في جزئيات عشان ننتقل يعني لجزئيات. انا عايز اكمل وبعد كده. اتفضل 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 اتفضل. ده بالنسبه لكره القدم. ماذا عن حوالي 20 لعبه ثانيه؟ لو قلنا ان كره القدم هتكلفنا مليار ونص، ماذا عن بقيه الالعاب؟ ولا الالعاب الثانيه يعني مش هيبقى لها بروتوكول طبي؟ فاذا كانت ديت مليار ونص على لعبه واحده، لو قلنا 10% لبقيه ال 20 لعبه، يعني احنا داخلين في 8 9 مليار. طيب 9 مليار واحنا ما زال لم يتم اكتشاف دواء ولا مصل ولا الحاله مستقره، فهل بعد هذه المليارات يحصل ان تتدهور الامور؟ الله ما يقدر، وده شيء وارد، نقوم نرجع نقوم لا الحق بسرعه الغي ونفقد هذه المليارات، ثم لما نبدا نرجع بعد استقرار الاوضاع نرجع نصرف نفس الارقام تاني؟ اعتقد احنا مش دوله يعني عايز اختار لفظ، دوله رزينه في اتخاذ قراراتها، مش ممكن نخاطر بالشكل ده. طيب خلينا اتفق مع حضرتك في جزئيه ليها علاقه بانه احنا في المركب كلها واحده، يعني اعتقد ان احنا صحيح. كلنا في مركب، البلد كلها على بعضها في مركب واحده، واسره الرياضه المصريه كلها بما فيها من اعلام وبما فيها من انديه وبما فيها من عناصر اللعبه نفسها، حكام ولعيبه ومدربين، احنا كلنا في مركب واحده. طيب عشان كده استاذ ابراهيم انا بدات حديثي معاك وقلت لك كلنا بندور على مصالحنا، ولكن جاء الوقت اللي نبص ان لا يا جماعه خلوا بالكم، النهارده اصبح مصلحه البلد، عشان كده هو هكمل لك الاجراءات بقى زي نكمل برضه. هل الحكام المصريين 90% منهم بتيجي من قرى ونجوع واماكن بعيده عن المدن؟ ايوه. هل الحكام دي هيتعمل لهم برضه نظام الفنادق والحجز والاخره؟ صحيح. ولا طيب. هو حقيقي خليني طيب اتناقش بقى مع حضرتك في الجزئيات اللي حضرتك طرحتها مبدئيا، واكد مهمه كتير يا استاذ ابراهيم. طيب هاخد بقى جزئيه عشان يبقى الحوار ايه يعني رايح جاي. اوكي. طيب فاذا احنا كنا بنتكلم على نقط التوافق، فنقط التوافق بتاعتنا كلنا على بعض ان هو طبعا صحه وسلامه البشر والبني ادمين والناس دي اهم من اي حاجه واهم من اي صناعه، مهما كانت قوه الصناعه ديت ومهما كان حجم الخسائر اللي موجود فيها، فما فيش اي اختلاف من ده. ولكن هو السؤال اللي بيطرح نفسه حاجة بتتكلم في نقاط يعني موضوعيه فيما يتعلق بانه طب الاجراءات الاحترازيه، طب مين اللي هيدفع لنا، طب مين اللي هيعمل لنا؟ طيب ماذا ولو انه المختصين، لانه انا مش دكتور وحضرتك مش دكتور والناس يعني في دكاتره مختصين بالحالات اللي احنا بنتكلم فيها، ووزاره الصحه على راس هذه المنظومه مع مجلس الوزراء، ماذا لو كان لو انه هناك دراسه وافيه، هذه الدراسة ترى أن يجب عودة النشاط تدريجيا، ومعنى النشاط تدريجيا، ولو احنا بنتكلم على الملف بتاع كرة القدم، أن يكون البدء مثلا ببطولة الدوري الممتاز وفقا لإجراءات رأيتها الحكومة المصرية أنها دي الإجراءات الطبية المناسبة للكل واللي بيكمن فيها سلامة الكل، وأنه مش هيبقى فيها أضرار بالقدر اللي الناس خايفة منه وعندها قلق. هل في الحالة دي هتفضل عند حضرتك نفس المخاوف إذا اتقال من الحكومة ومن وزارة الصحة إنه يا جماعة إحنا الإجراءات بتاعتنا كذا 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 كذا، وهنبتدي دلوقتي بالدوري الممتاز وبعدين نكمل بعد شوية بالدرجة التانية علشان النقطة اللي حضرتك ذكرتها نضمن للناس برضو إنهم عندهم قدر كبير من الإجراءات الوقائية اللي تحميهم، وبعدين نبتدي بالدرجات الأدنى وبالدرجات الأدنى، بمعنى ان احنا نحمي الكل ونحافظ على النشاط بتاعنا وبنشتغل بشكل تدريجي مش برتم سريع. لو اتقال ده من الحكومة المصرية رد الفعل هيبقى عامل ازاي؟
انت سالتني بتقول لي هل لو الكلام ده طلع من الحكومه او من وزاره الصحه المختصه بالظبط، هل ده هيخلي موقفك زي ما هو ولا يديك طمانينه؟ بالظبط. انا هقول لك بصراحه قد يؤدي الى مزيد من الخوف. مزيد من الخوف. ايوه. ليه؟ ازاي؟ لان هذه الامور لغايه دلوقتي احنا محدش ابدا احنا في جزر منعزله. احنا لو عملنا حساباتنا على الدوري الممتاز فقط فانت ما سمعتش كلجنه خماسيه عشان هي اللي بتنقل للوزاره والوزاره بتنقل للدوله. فانت ما سمعتش راي وهما منعزلين تماما من اليوم الاول اللي جت فيه اللجنه الخماسيه عن الجمعيه العموميه. يعني انت منعزله عن مشاكل وصعوبات واوضاع ل 600 نادي اخر. فانت النهارده لما بتيجي تكلمني كوزير صحه وتقول لي والله احنا 18 نادي هنقدر نعمل 1 2 3 4، لكن لما تيجي تكلمني كوزير صحه وتقول لي والله احنا خلي بالك انا عندي بعض الانديه ما عندهاش دوره ميه في الدرجه الثالثه والرابعه، انت لما تيجي تكلمني ان ان ان, إن غرف الملابس في بعض الانديه في الدرجه الثالثه والرابعه بتكون في اتوبيس الفريق اللي جاي او الميني باص اللي جاي بيه. ما تكلمنيش على 18 نادي لوحديهم. طيب ما هي النقطه دي هيواجهوا صعوبات. طب ما هي النقطه دي يا استاذ محمد معناها واحنا في ظل ظروف فيروس الله اعلم هو هينقشع امتى، بس واضح انه قاعد معانا شويه حلوين يعني واضح انه قاعد. هل بالمعنى ده انت كانديه درجه ثالثه وانديه درجه رابعه اللي هم دايما احنا بنبقى مشفقين عليهم وعارفين ان عندهم ازمات ماديه والممتاز بيه نفس القصه، هل انت هتقدر تصمد لمده سنه او اكتر من غير كوره من غير نشاط رياضي لانه الفيروس لم ينقشع ولم يعني يختفي من الوجود ولم يختفي من مصر، وبالتالي طالما هو مكمل انت هيفضل نفس المشكله عندك، انت ما عندكش دوره ميه؟ هو ده السؤال. انت ما عندكش كذا كذا كذا. السؤال الكبير جدا اللي لازم نساله لنفسينا. تمام. السؤال ان احنا فعلا الموضوع طالما لم، انا قلت لك الاول، طالما لم يتم اكتشاف مصر ولم يتم اكتشاف علاج فالموضوع ممكن يكون مكمل معانا. فلو ان احنا النهارده خدتنا الانانيه وانا بلون فانيلتي عندي مصلحه ان انا الدوري يكتمل عشان اكمل بطوله عندي او احط بطوله جديده ليا، وده حق على فكره 100%، او نادي تاني عايز ياخدنا في سكه ان هو طالما كده يبقى بلاش الدوري ده ياخد البطوله بتاعته، دي انانيه من كل من يفكر بهذا الاسلوب. انا بكلمك الصراحه. المشاكل المترتبه على الموضوع اكبر بكتير من ان انا ابقى سعيد بان انا وجماهيري ان انا ناخد بطوله، او ان انا ابقى سعيد انا وجماهيري ان انا اعطل فريق ثاني عن ان انا اخد بطوله. صحيح. يعني اللي افهمه من حضرتك رمله يا استاذ ابراهيم. طيب هو ده الواقع. اللي افهمه من حضرتك انه يتم تعطيل الدوري الممتاز لحد ما يبقى عندي القدرة أنا في الدوري الدرجة كرة القدم المصرية إلى أن يكون عندي القدرة على استئنافها بوضع آمن زي ما الاتحاد الدولي قرر وقال أي ما يكون بقى في أي وقت، يعني أي ما يكون بعد سنة بعد سنة ونص بعد ما يكون. ده سؤال مهم. ده سؤال مهم. أنا شايف إن هو هنا أو إن إحنا الأندية كلها اللي كانت قاعدة أصل السؤال اللي بيطرح نفسه هو في نادي هيستحمل توقف نشاط لمدة سنة؟ ولو في الأندية هتستحمل توقف نشاط لمدة سنة، طب هي الأندية كانت بتئن ليه وكانت بتزقر ليه وكانت بتمشي تطلب عودة النشاط الكروي في مظاهرات في الشوارع في وقت ما كانت في أزمة من الأزمات؟ أقصد إنه الأزمة المالية ممكن تبقى طاحنة أكتر في ظل ظروف، انا بتكلم وفقا لوجهه النظر اللي حضرتك بتطرحها اذا اذنت لي فللنقاش يعني. فوفقا لده احنا هنفضل مكملين كتير، هل في انديه هتقدر تصبر لمده سنه وسنه ونص من غير ما تاكل نفسها وتاكل اللعيبه اللي عندها والالعاب اللي عندها، ولا الدنيا هتمشي ازاي؟ وجهه نظركم هيبقى في الوضع ده ايه؟ بص يا استاذ ابراهيم، كلامك طبعا السؤال منطقي جدا، ولكن ده جزء من يعني اهملنا للعبه كره القدم في الجزئيه اللي انت بتتكلم عليها. بمعنى ايه؟ احنا كاتحاد زي الاتحاد الدولي النهارده اما بدا يطلع من خزائنه ويدي للانديه عشان يساعدها فيها زي بيقولوا كده نفحه، خد جزء صغير عشان توقف نفسك بيه، والاتحادات الاقليميه زي الاتحاد الافريقي عمل نفس الحكايه وبيدي ناس. احنا الاتحاد بتاعنا عمل ايه؟ شوف يا سيدي، الاتحاد بتاعنا
ما مدش ايده غير بحاجات بسيطه جدا للانديه الثالثه والرابعه، ودي كان حاجه يعني انسانيه في شهر رمضان والى اخره. لكن تعالى نكلمك، القرار اللي طلع بتعيين اللجنه اللجنه الخماسيه نص في اهم بند من بنوده ان هو يتم تجميد الميزانيات الخاصه باتحاد الكره، ولا يتم الصرف فيها اثناء العام اللي هم قاعدين فيه الا في الحالات التي صرف على الانشطه اليوميه وفي حاله المشاريع التي كانت معتمده قبل تعيينه. ماشي، غير كده ما يعملش مشاريع يصرف عليها مبالغ كبيره، ما يقدرش يبني فندق، ما يقدرش يعمل، لان دي كلها مشاريع. ماشي، من حق الجمعيه العموميه. طيب هم في الحاله اللي حضرتك بتقولها دي هيبقوا هم معذورين ان هم ما بيصرفوش على النشاط؟ لا، انا جاي لك لسه، استناني. انت النهارده صرفت 4 مليون يورو على الفار اللي مش من حقك اساسا تعمله، لانك انت عملته لدرجه واحده ل 18 نادي من ميزانيه 600 نادي. انت الميزانيه بتاعت اتحاد الكره مش ميزانيه الدوري الممتاز. الميزانيه بتاعت اتحاد الكره بتاعت ال 600 نادي اللي في المنظومه. طيب هو احنا دخلنا في تفريعه هي مهمه، هي تفريعه مهمه بس هتخرجنا بره الموضوع شويه يا استاذ محمد. يعني هي تفريعه مهمه. خليني بالسؤال. انت اللي خرجتني بالسؤال. لا اقصد احنا دلوقتي، لا انا سؤالي يا فندم كان على هل قدره الانديه تتحمل ان هي تقعد لمده سنه او اكتر في ظل زي ما حكمة بتقول مفيش لقاح ومفيش حاجه، هل عندهم القدره ان هم ينتظروا طول الفتره ديت مثلا من غير ما يكون في نشاط، ولا حضرتك شايف انه وفقا لاجراءات معينه احترازيه او لا يا استاذ ابراهيم يبقى في موضوع تدريجي لعوده النشاط؟ تدريجي، التدريجي ده امتى بيمشي بازاي وفقا للمختصين اللي هيقولوا لنا يعني؟ عليه. اذا كان هذا يبقى من باب اولى، من باب اولى ان تعيد الدوله، وانا اعتقد ان هي في صدد في يعني احتمال يحصل برضه، احتمال انها تعيد الانشطه او فتح الانشطه اللي هي الاجتماعيه للنادي، المحلات، الانشطه اللي كانت بتدخل دخل للنادي. انت جاي بتكلمني النهارده على الدخل اللي كل نادي بيخسر في اليوم مبالغ كبيره جدا جدا جدا. كويس، احنا بنوصل لنقاط تفاهم. يعني بص اللي حضرتك بتقوله دي نقاط تفاهم، يعني معناها انه الانديه محتاجه تدريجيا يبقى في شغل المحلات اللي عندهم الاسوار اللي عندهم يستغلوها. بقول لك من باب اولى. ما هو باب اولى ده بقى هو ده اللي انا بتكلم فيه. باب اولى ده المفروض الكلام اللي حضرتك بتقوله ده يتقال على ترابيزه الاتحاد ويتقال يا جماعه احنا عندنا مشاكل، طب انتوا عايزين ترجعوا النشاط؟ احنا عايزين نرجع النشاط تدريجي. فالمفروض يا جماعه، انا عايزك تقولها لي، فيا جماعه من فضلكم خلونا نعمل 1 2 3 علشان ترجعوا لي النشاط. قووني بالفلوس، يا اما تدعموني ماديا فاقدر اشتغل معاكم وتدعموا الممتاز به وتدعموا الدرجه الثالثه وتدعموا الدرجه الرابعه. استاذ ابراهيم. نعم يا فندم. شوف الكلام المنطقي، الكلام المنطقي اللي انت بتقوله يجعل مننا نستمع بأذان صاغية ونتبسط بيه، كلامك صح. لكن أين هي العلاقة اللي هي ما بين الأندية الجمعية العمومية وبين الاتحاد القائم أو اللجنة الخماسية؟ العلاقة مقطوعة بشكل رهيب، لم يحدث خلال 7 أو 8 شهور اللي مروا أي اجتماع رسمي بين الناس وبعضيها عشان نقول اللي أنت بتقوله ده. عشان نقول لهم الحاجات، الأوجاع اللي موجودة عند الناس كلها. صحيح. عشان نحط لهم حلول. أستاذ إبراهيم، النهارده أنت اتكلمت ولمحت في أكثر من حتة على مثلا أو أحد الزملاء قال على كأس مصر. أنا بقول لك إحنا عاملين مشكلة كبيرة وبالونة كبيرة جدا على كأس مصر عشان نشيل حوالي مثلا 100 نادي او حاجه زي كده. أيوه. جمعيه عموميه. أيوه. وعلى فكره ليس في امر التكليف، خدها مني تاني، ليس في امر التكليف المكلف به اللجنه الخماسيه زي ما بيحاولوا يصدروا لنا ان تعليمات فيفا ان احنا نخفض الجمعيه، وبقول لك على مسؤوليتي. طيب استاذ محمد معلش هستاذن حضرتك لانه عندي فاصل اجباري دلوقتي لازم اخرج له، هتخليك معايا على التليفون اذا اذنت لي، هروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل كلامنا في نفس الجزئية اللي بنتناقش فيها إذا أذنت لي بعد إذن حضرتك. تفضل.
طيب واضح انه زي ما بقول لحضراتكم دايما المناقشه بتوصل في النهايه لنتائج، فاللي احنا بنعمله ده هو ده الطبيعي، هو ده شغلنا الطبيعي. بس هو ليه قادر يوصل لحضراتكم مضمون محترم؟ لانه الاستاذ محمد الطويله راجل رئيس نادي مسؤول، وبعدين بيتناقش فبيسمع وبيطرح وجهات نظر وفي حوار. فانا بتخيل ان الحوار ده هو على الهوا اهو. طيب انا بتخيل لو الحوار ده بيحصل ما بين رؤساء الانديه وما بين اللجنه الخماسيه، جزء كبير من حاله الجفاء مش هتبقى موجوده. ده بسم الله الرحمن الرحيم، جزء كبير من حاله الجفاء، احنا بشر يعني، مش هتبقى موجود. ده رقم واحد. رقم اتنين، هنوصل لصيغ، يعني هنوصل لصيغ مختلفه نقدر نقول بيها الامور تمشي ازاي. لانه تاني وتالت ورابع، انا بقول الكلام ده لانه في ناس متفهمه وفاهمه ده كويس قوي وعاقله كفايه انه تفهم انه كلنا في مركب واحد، وفي ناس تانية تتعامل من منطلق انه لا احنا مش في مركب واحد وكل واحد وفقا لوجهه نظره، فبياخد النادي بتاعه تحس ان هو هيلعب بالنادي بتاعه على نص الشارع، هياخده ويروح بيه في حته تانية. ما هو انت كلنا جوه المنظومه ديت، فالنقاش ممكن يوصل لنتيجه. يعني زي ما بيقول الاستاذ محمد طويل، هو معايا على التليفون دلوقتي حالا، رجع لنا تاني زي ما بيقول. طيب ما هو انتوا يا جماعه، طب ما تساعدونا، خلونا برضو نشتغل، نشغل النوادي اجتماعيا، نشغل الامور اجتماعيا. واعتقد ان الكلام ده اذا اطرح في جلسه فيها اللجنه الخماسيه وفيها السيد وزير الشباب والرياضه، ويخرج بيه لوزاره الصحه، فتقول للناس اه ينفع بعد كذا بعد كذا، فيبقى الكلام في مضمونه يبقى متكافئ يعني. طيب يا استاذ محمد، انا برحب بحضرتك مره تانية. يا استاذ ابراهيم. ايوه يا فندم، اتفضل. انت التقطت الخيط المهم جدا جدا في شغل المنظومه ككل، وهو انت نهيت كلامك معايا بتقول لي طب لو قعدتوا على الترابيزه هتبينهم للاتحاد واللجنه الكلام الكتير اللي انا بكلمك عليه. ايوه قلت لك ما هو ده، هو بدايه المشكله. صحيح. ان احنا هناك زي ما انت قلت في جفاء رهيب بين اللجنه الخماسيه وبقيه الانديه، لم يحدث اي اجتماع بينهما. وفي نفس الوقت هو بيتكلم على ال 18 نادي لغايه النهارده، حتى بالحلول اللي طرحوها وحتى اللي نزلت النهارده في اليوم السابع بتتكلم على شكل الاوضاع الاحترازيه، بيتكلم على 18 نادي. طب نرجع للنقطه بتاعه اللي هي ان ما بنقعدش نتكلم ونسمع بعض. استاذ ابراهيم، النهارده في مشكله مثاره كبيره جدا وفيها تريقه على الناس، ان هو بيقول لك ان الاتحاد الكوره عايز، عنده احتمال بيقول لك انا ممكن الغي الدوري لكن لا يمكن الغي الكاس. ليه؟ كلنا فاهمين عشان خاطر تقليص عدد اعضاء الجمعيه العموميه ال 95. طيب اولا انا بقول لك لا انفنتينو ولا الاتحاد الدولي ولا الاتحاد الاقليمي ولا بني ادم يقدر يجور على حقوق الجمعيه العموميه، وهذا القرار خاطئ مليون الميه من الناحيه القانونيه. وان كنت اؤيد الفكر بتاع الدوله، فكر المسؤولين، ان فعلا الجمعيه العموميه يجب ان ارتقي بيها ويكون مستوى اعضائها في الحوار والاداره وتقديم الكثير للكره المصريه يجب ان يتغير. ولكن هناك لو نقعد مع بعض زي ما انت قلت نقعد نتكلم، انا بقول لك انا مستعد اجي عندك في البرنامج واقدم مقترح لمعالي الوزير ان احنا نوصل لنفس النتائج، ان احنا نوصل بارقى مستوى الجمعيه العموميه دون اراقه الدماء، دون انما نشيل 115 نادي بطريقه غير قانونيه. واكد لك ان عندنا كأعضاء جمعية عمومية وكمفكرين في جمعية عمومية الحلول الكثيرة جدا، ولكن الخيط اللي انت مسكته، أين الرابطة بين الخمسة والستمية نادي؟ مفيش. احنا في مسافات سنوات ضوئية بين الجهتين. عشان كده ما بقول لك أنا بعذر الدولة، أنا بعذر وزارة الصحة لما بتاخد الكلام من الخمسه دول، لان الخمسه دول اللي هم انا بقدم لهم كل احترام. الخمسه دول بيتكلموا على الدوري الانجليزي وبيتكلموا على الامثله بتاعت مش عارف ايه والدوري المصري 18 نادي، لكن لا ليس في واحد فيهم ملم
في ال 600 نادي اللي انا بكلمك عليهم. دي نقاط مهمة. دي نقاط اخر نقطة او في يعني انا اديني بقى نقطة أخيرة معلش عشان عندي عندي مواضيع تانية هدخل فيها. اديني نقطة أخيرة اتفضل يا فندم. طيب انا وان كانت هذه نقطة يمكن تكون بتجرحني شخصيا لكن حبا في البلد انا هطرحها. اتفضل. انا بكلمك وانا في موقف في منتهى الصعوبة يا محمد الطويل الاب الانسان. انا النهاردة انا هقول لك بداية عايز اقول لك عندما راهنا على وعي الدولة التزم الجميع. ذكر كده لما كانت الدولة من اول يوم قالت لا اللي لازم نخلي بالنا نبقى زي الدول المحترمة لازم نبدأ نسيطر على الامور. كانت المراهنة على الدولة كان رهان ناجح. وعندما راهنا على وعي المواطنين انت شايف النتيجة اللي بيحصل الفترة الحالية. طيب انا هقول لك عشان ما تقولش احنا بنقول كلام كبير وكلام ملوش علاقة بالواقع. لما يكون ابنك او اثنين ولادك واحد متربي في الجامعة خريج جامعة امريكية في مصر والتاني خريج جامعات امريكية في امريكا بتعلم في امريكا اذا درجة الوعي درجة عالية. ولكن قعدوا شهرين الاول في الفترة اللي كانت الدولة فعلا حتى سيطرة كاملة كانوا ملتزمين تماما وكان كنا كلنا قاعدين في البيت ما بنتحرك. لما جه فترة الاعياد كانوا زهقوا قال لك طب ما هي خلاص الدنيا بدأت تفك ونزلوا وراحوا قعدوا في احدى القرى السياحية. النهاردة الاثنين في عزل بتاعه وانا دلوقتي بقالنا ثلاث ساعات مش لاقيين حتى اننا نقدر نعمل دلوقتي اللي هي الاشعة الصدرية لكن النتيجة ايجابية. شادي الطويلة اللي هو نائب رئيس النادي لا حول ولا قوة ومهاب الطويلة اللي هو مدير التسويق ونائب رئيس نادي نجوم. انا بديك حالة ألف سلامة ألف سلامة عليهم ألف سلامة عليهم إن شاء الله بإذن الله يقوموا سالمين غنمين إن شاء الله بإذن الله ويطمنك عليهم يعني ويطمنك عليهم. أنا عايز أقول بس ناخد موعظة من ده في إيه الوباء يا أستاذ إبراهيم. أولا هما كانوا راحوا في منطقة مش هنقول لك راحوا منطقة شعبية كانوا في منطقة راقية جدا في الجونة واتقلت لهم العدوى. فأنا عايز أقول لك يعني الموضوع ما هوش زي احنا متخيلينه. المسألة يا جماعة تطول. أنا ليا أصدقاء في الوزير سامح فهمي في أكثر من كده رقي في ناس كتيرة جدا. فإحنا لو تصورنا إن احنا زي ما بنقول الناس يلا بقى نفتح بقى والكلام من ده لا كل حاجة بحساب وكل حاجة بأصول علشان لما راهنا على وعي الدولة ومشينا وراها كانت النتيجة ممتازة. لما راهنا على وعي المواطن أنا آسف وآسف لأن ولادي ما كانش عندهم الوعي ان يكملوا ما كان عندهم الوعي في الفتره الاولانيه. صحيح. كنا قاعدين وعايشين في سلام. الف سلامه عليهم. لما قصروا من الحاجز دهوت وصلنا لان النهارده احنا عندنا مشكله. ربنا يشفيهم وربنا يخرجهم من الموضوع وربنا يحمي مصر كلها يا رب. اخر حاجه عايز اقولها لك النادي الاهلي نادي الزمالك كل الانديه من فضلكم بصوا لمصر. استاذ ابراهيم انت بتقول لي انك انت طب ما انت بعد الفتره ولو بدانا الدوري ما هي دي المشكله. لو انا صرفت النهارده وصرفت زي ما قالوا 3 مليار وان احنا لكل الرياضات لو صرفنا مليار 2 3 وبعدين تطورت الامور فاللي هيحصل انك انت هتعيد الموضوع الصرف ده تاني. صحيح. ما زي ما حضرتك ذكرت قبل كده واحنا بنتكلم ان شاء الله باذن الله انا هتكلم على طول وهعقب اول لما اقفل مع حضرتك في الجزئيات المحترمه اللي حاجه ذكرتها. انا بشكرك شكرا جزيلا وبتمنى لاولادك الشفاء والسلامه الاستاذ محمد الطويله رئيس نادي نجوم المستقبل.